أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رد فضيلتكم على من قال إن الاختلاط كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن يقول أحسن لكم إن الاختلاط، الاختلاط نعم أحسن الله إليكم، الاختلاط الذي فيه فتنة لا ليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه، بل كان الرسول يعزل النساء في الصلاة يجعلهن خلف الرجال، كان يعزلهن ويجعلهن خلف الرجال، كلهن صفوف خاصة، مكان خاص، ما يختلطن بالرجال. فهذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاط في الشارع يعني بمعنى أنه يوجد نساء ورجال في الشارع غير متزاحمين وغير متماسين في أبدانهم، هذه تصير مع جانب وهذا يصير مع جانب، فهذا شيء طبيعي. هذا المراد الاختلاط الذي يثير الفتنة ويثير الشهوة، هذا هو الممنوع، نعم، وهذا غير معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ينهى عنه، نعم.